بالدموع والنحيب تستقبل هؤلاء النسوة الأيزيديات رفات أبنائهن الذين قضوا قبل 9 عوام في سنجار على يد تنظيم داعش الإرهابي. من الطب العدلي في الموصل إلى مثواهم الأخير في سنجار كانت جنازتهم المفردة، جنازة واحدة ل39 جثة. جئنا اليوم لنستلم شهيدنا ونشكر الحكومة على إرسالهم ابني لكي ندفنه في مقابرنا بعد أن أخذتهم إلى بغداد وأرجعتهم إلى الموصل، ولكن شعورنا يملأه الحزن والأسى. الجثث استلمتها دائرة الطب العدلي من بغداد بعد مطابقة فحص الدي ان اي مع ذويهم خلال فتح إحدى المقابر الجماعية في قضاء سنجار قبل نحو 2 عامين. بعد إكمال الموافقات القضائية بفتح قبور المجني عليهم وهي قبور مفردة، ويقوم بإرسال الرفات إلى بغداد، حيث تقوم دائرة الطب العدلي في بغداد بإجراء الفحوصات عليها ومطابقة الدي ان اي مع عوائلهم. تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 80 مقبرة جماعية في سنجار يرقد فيها آلاف الضحايا الذين أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي عندما اجتاح سنجار. قاسم الزيدي، UTV، الموصل.